السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن اخبار الايفون 9 او الايفون اس اي، للان ما حد يعرف اسمه بالضبط، ما ادري ايش بتسميه ابل. طبعا مو بس الايفون 9، برضو اجهزه ابل اللي قاعد تنصنع الحين واللي عليها ضغط مثل الايربودز برو، ما ادري انتم شايفينه هنا عندي. الخبر شنو؟ الكل يعرف فيروس كورونا وهان الموجوده الحين في الصين وننتشر حول العالم. هذا سبب اشياء كثيره للشركات، يعني اتمنى انسان طبيعي بيشتغل فلازم يصير عندهم حمايه اكثر للشيء. فطلعت الاخبار الحين تقول ان بسبب هذا الفيروس يمكن الايفون راح يتاخر، الايفون 9. الخبر طلع تسريب طبعا من شركه فوكسون، فشركه فوكسون اللي هو الشركه المصنعه حق اجهزه ابل تقريبا كلها، برضو الشركه دي صنع لحق شركات كثيره حتى من سامسونج، بعض الاجهزه من سامسونج. لكن الشركه بعدها باربع ساعات يوم طلع هذا الخبر نفت الخبر، طلعت الشركه قالت ما راح تاثر على اي شيء، ما جاب طر الايفون الجديد، لكن قالت انه ما راح ياثر على اجهزه ابل اللي قاعده تنصنع. فهل هذا السبب حقيقي او لا؟ ما حد يدري، لان الشركه اصلا ما تبي ترفض او ما تبي توقف عن صناعه اي شيء من ابل، لان والدليل ان الايربودز تقريبا قبل 3 شهور كان عليها طلب قوي، فابل طلبت منها انها تزيد الصناعه زياده، وتسربت او طلعت اخبار ان شركه ثانيه كانت ما راح اقول اسمها كانت تبي تصنع عندها شيء، رفضت الشركه فوكسون، رفضت الشركه الثانيه عشان بس تزيد انتاج الايربودز. فيعتبر مثل ما نقول الطفل المدلل حق ابل في شركه فوكس. فهذا الخبر، فإذا كان الخبر صحيح يمكن يتخطبون مع أبل، يمكن يتأخر الآيفون 9، يمكن ينتج بس بكميات قليلة، فما حد يعرف التأثير هذا اللي راح يسبب أن المؤتمر يتكنسل، ما ندري. لكن يعني هذا الخبر كله، الخبر أنه طلع أنه قال راح يتأخر، طلعت الشركة نفسها قالت أنه ما راح يتأخر، فما ندري إلى الآن. شيء طبيعي أنه يتأخر يعني إذا كان هذا السبب، ونشوف قدام. طبعا اخبار الايفون كلها، ايفون 9 تكلمت عنها وجبت طريها وجبت كل شيء عنها في فيديوهات عندي كلها، وهو نفس الايفون 8 كشكل، لكن المواصفات الداخليه يختلف بقوه، يعني معالج جديد، كاميرات جديده، كاميرات الايفون 11، معالج الايفون 11 برو. ف راح نشوف قدام ونشوف الاخبار ونشوف الفيديو كامل او السيربات كلها قدام ان شاء الله، او ما بقى شهر او شهرين اذا ما راح يتاخر، راح ينزل في مارس. فالحين التسريبات يعني او الاخبار قامت تقل انه ممكن ما راح ينزل في مارس، ننتظر ونشوف. ما بقى شيء، باقي اقل من يعني لو نحسب من الحين يمكن 40 يوم ولازم ابل تعلن عن المؤتمر، فنشوف قدام. بس هذا الخبر وهذا كل شيء. فللاسف يعني خبر مؤسف لحق الاشخاص اللي يتمنون الايفون 9 او الايفون اس اي 2، لكن نشوف قدام شو الخبر الصحيح وش الاشياء اللي بتكون قدام. فبس، ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك بالقناة ونشر المقطع، ملايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم، والسلام عليكم.